اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات كور سي سي ان اي، مكملين في راوتينج بيزكس، والنهارده هنشرح الاستاتيك اند دايناميك راوتينج. كنا بدانا في السيشن اللي فاتت نتكلم على التفاصيل الخاصه بالراوتينج، وعرفنا الفرق بين الستاتيك والدايناميك راوتينج، ولكن في السيشن دي هنعرف تفاصيل اكتر عن الفرق ما بين نوعي الراوتينج الستاتيك والدايناميك، وهنتعرف على الانواع المختلفه من الديناميك راوتينج بروتوكولز والفروق ما بينها. ممكن في راوتر واحد يبقى عندنا ميكس ما بين الستاتيك راوتينج والديناميك راوتينج. الستاتيك راوتينج بنستخدمه كوملي في الستاب نتوركس، زي ما قلنا الشبكات اللي متوصله بلينك واحد، وكمان بنستخدمه كديفولت روت للسيرفيس بروفايدر. لو عندنا شبكه متوصله بشبكه تانية عن طريق اي اس بي في النص، فغالبا بنستخدم ديفولت روت اللي هو نوع من انواع الستاتيك علشان نرمي الباكت او نعمل فورورد الباكت لشبكه السيرفيس بروفايدر. ولو عندنا اوتسايد نتورك ما بتستخدمش دايناميك راوتينج بروتوكولز، برضو بنبعت لها الترافيك عن طريق الستاتيك انتريز. او عايزين نتخطى دايناميك راوتينج انتري ونعملها فورسد ستاتيك، ففي الحاله دي بنكتب بايدينا امر اي بي روت علشان نكون ستاتيك انتري داخل الراوتينج تيبل. الستاتيك راوتينج مناسب جدا للشبكات الصغيره زي ما قلنا قبل كده. اما لو عندنا شبكه كبيره وفيها اكتر من باص او مسار ما بين الراوترز، فمن الافضل ان احنا نستخدم دايناميك راوتينج. ده لان الديناميك راوتينج بيكون اوتوماتيكلي ابديتد، يعني بيعمل ابديت للراوتينج انتريز في الراوترز بصوره اوتوماتيكيه، وسكيلابل يعني لو الشبكه حجمها زاد مفيش مشكله، والراوتر بيعرف يعمل تحديث للشبكات الجديده داخل الراوتينج تيبلز الموجوده في الراوترز. معنى كده ان الديناميك راوتينج بروتوكولز مناسبه جدا للتشغيل في شبكه كبيره، او الشبكات المتوقع ليها زياده في الحجم يعني فيها سكالابيليتي، او اللي فيها تغييرات في النتورك توبولوجي بتاعتها، لان الديناميك راوتينج بروتوكول بيعمل تحديثات في الراوتينج تيبل بناء على التغييرات في التوبولوجي. الجدول اللي قدامنا بيوضح الفرق ما بين الاستاتيك والديناميك راوتينج. هنلاحظ ان في الديناميك راوتينج الكومبلكسيتي بتاعه الكونفيجريشن بتعتمد على حجم النتورك، اما في الاستاتيك راوتينج فبيزيد الكومبلكسيتي مع زيادة حجم النتورك. طبعا لو في تغيير في التوبولوجي بتاعت النتورك، فالديناميك راوتينج بيعمل ابديتس اوتوماتيكلي للراوتينج انتريز او الراوتينج تيبل. اما لو بنستخدم ستاتيك راوتينج فلازم الادمنستريتور او النتورك ادمنستريتور يتدخل ويعدل في سطور الراوتينج تيبل في الراوتر. الديناميك راوتينج بيسبورت السكالابيليتي، يعني الشبكة تبقى قادرة على التوسع والامتداد. اما الستاتيك راوتينج هو مناسب في السيمبل توبولوجيز. لو طبقنا الديناميك راوتينج بروتوكولز لازم نضمن السكيورتي بتاعتها، ده لان الديناميك راوتينج بروتوكولز بيعتمد في تشغيله على مجموعه من المسجز المتبادله ما بين الراوترز وبعضها، فلازم نضمن السكيورتي عشان ما يبقاش عندنا سكيورتي ايشو خاصه بالراوتينج بروتوكول نفسه على اجهزه الراوترز. الستاتيك راوتينج السكيورتي فيه ما هياش ايشو، لان احنا اللي بنكتب سطور الراوتينج تيبل بايدينا. الديناميك راوتينج بروتوكولز بتستهلك سي بي يو باور وميموري ولينك باندويتس علشان تقدر تشتغل وتبني الراوتينج تيبل. اما في الستاتيك راوتينج ما عندناش ريسورسز مستغله لعمليه الكرييشن الخاصه بالراوتينج تيبل. اما بخصوص المسارات اللي بيتم انشائها لو عندنا ديناميك راوتينج تيبل، فبتعتمد على نوع الراوتينج بروتوكول والتوبولوجي الخاصه بالنتورك. لو عندنا ستاتيك انتريز احنا اللي بنكتب المسارات المختلفة الخاصة بالشبكات. عندنا اكتر من راوتينج بروتوكول ممكن نطبقهم على اجهزة الراوترز. اقدم واول راوتينج بروتوكول بنسميه ريب بروتوكول. ريب بروتوكول فيرجن 1 ريليز 1988. بعد ريب فيرجن 1 عندنا عدد كبير من راوتينج بروتوكولز زي ريب فيرجن 2 اللي هو تحديث الريب فيرجن 1 بروتوكول، عندنا او اس بي اف، عندنا اي اس اي اس، بي جي بي، وغيرهم من الراوتنج بروتوكولز اللي هنتعرف عليهم بعد كده باذن الله. لو جينا نصنف الديناميك راوتنج بروتوكولز هنلاقي ان الديناميك راوتنج بروتوكولز نوعين رئيسيين. اول نوع بنسميه اي جي بي بروتوكولز، والتاني بنسميه اي جي بي بروتوكولز. الفرق ما بين الاثنين ان الاي جي بي بروتوكولز المختلفه بتشتغل داخل نفس النتورك،
اما الاي جي بي بروتوكولز بتشتغل ما بين النتوركس وبعضها. وهنا في مصطلح جديد اسمه اوتونوموس سيستم او اي اس. مصطلح اوتونوموس سيستم معناه شبكه ليها نفس الاداره وبتطبق نفس الراوتنج استراتيجي. يعني مثلا شبكه شركه تي اي داتا دي اوتونوموس سيستم، شبكه شركه نايل لاين دي اوتونوموس سيستم. داخل نفس الاوتونوموس سيستم، داخل نفس الشبكه دي، نقدر نشغل اي جي بي بروتوكولز زي ريب، اي جي ار بي، او اس بي اف، اي اس اي اس. فكل البروتوكولز دي بتشتغل داخل نفس الاوتونوموس سيستم. اما لو انا بوصل ديفرنت نتوركس او ديفرنت اوتونوموس سيستمز مع بعضها، فالراوتنج بروتوكول اللي بيشتغل ما بين الشبكه دي والشبكه دي بيبقى نوعه اي جي بي بروتوكول. وامثله او مثال رئيسي على الاي جي بي بروتوكول اللي هو بروتوكول البي جي بي او البوردر جيت واي بروتوكول. لو جينا نتكلم على الاي جي بي بروتوكولز، هنلاقيها بتتصنف لنوعين رئيسيين، نوع بنسميه ديستانس فيكتور والنوع الثاني لينك ستيت. الديستانس فيكتور بعض المراجع بتسميه ادفانسد ديستانس فيكتور، وفي منه مثالين اتنين، بروتوكول ريب فيرجن 2 وبروتوكول الاي اي جي ار بي، ومنهم اللي بيشتغل على اي بي فيرجن 4 ومنهم اللي بيشتغل على اي بي فيرجن 6. اللي بيشتغل على اي بي فيرجن 6 ريب ان جي واي اي جي ار بي فور اي بي فيرجن 6. النوع الثاني من الاي جي بي بروتوكولز هو اللينك ستيت بروتوكولز، وامثله عليها او اس بي اف بروتوكول فيرجن 2 واي اس اي اس، ومنهم اللي بيشتغل على اي بي فيرجن 6 زي او اس بي اف فيرجن 3 واي اس اي اس فور اي بي فيرجن 6. في الحقيقه قبل الادفانس ديستانس فيكتور كان في طائفه او نوع بنسميه ديستانس فيكتور فقط، وكان امثله عليه ريب بروتوكول واي جي ار بي بروتوكول. ولكن ريب بروتوكول واي جي ار بي بروتوكولز بروتوكولات قديمه جدا وفيها مشاكل كتير، لذلك ما بقتش مستخدمه. حل محلها الادفانس ديستانس فيكتور اللي احنا كاتبينه هنا ديستانس فيكتور، اللي هو مثال عليه ريب فيرجن 2 واي اي جي ار بي. نعرف مجموعه من الكونسبتس الخاصه بالديناميك راوتنج بروتوكولز. الديناميك راوتنج بروتوكولز من وظائفها انها بتعمل ديسكفري للنتوركس، بتستكشف النتوركس اوتوماتيكلي، بتعرف الشبكات البعيده وتسجلها في الراوترز. مش بس بتسجلها، ده كمان لو حصل تشينج في التوبولوجي بتحافظ على تحديث الراوتنج تيبل علشان يرفلكت او يعكس التغييرات اللي حصلت في التوبولوجي. وبناء على المعلومات اللي جايبها عن الشبكات البعيده بتختار افضل مسار للديستنيشن نتورك، ولو حصل تغيير في المسار ده بتعمل جينيريشن لنيو بيست باس علشان ترفلكت التشينج او تعكس التغيير اللي حصل في النتورك. الديناميك راوتنج بروتوكول فيه ثلاث مكونات خاصه بيها. اول مكون خاص بالديناميك راوتنج بروتوكولز الداتا ستراكشر. الديناميك راوتنج بروتوكولز بتبني مجموعه من التيبلز او قواعد البيانات داخل كل راوتر، والتيبلز دي بتبقى موجوده في الرامات داخل الراوتر. بتبني التيبلز ديت عن طريق تبادل مجموعه من الرسائل ما بين البروتوكولات الموجوده على الراوترز وبعضها. يعني مثلا او اس بي اف او اي جي ار بي بيتبادل الاو اس بي اف مع الاو اس بي اف اللي في الراوتر الثاني مجموعه من الرسائل اللي في الاخر بتبني لي مجموعه من التيبلز او قواعد البيانات داخل الراوتر. نفس الكلام اي جي ار بي، لو مشغل اي جي ار بي في النتورك بيتبادلوا مجموعه من الرسائل تبني لي الداتابيزز دي. وبيشتغل على التيبلز دي او الداتابيز دي الجوريثم معين. الالجوريثم ده هدفه في الاخر انه يطلع لي البيست باس من مجموعه البيانات الموجوده في التيبل. بكده الراوتنج بروتوكول بيحدد افضل مسار او افضل روت. الراوتر بينسرت الروت ده داخل الراوتنج تيبل في حاله لو مفيش روت تاني جاي من بروتوكول له اقل اي دي. يعني مثلا لو عندنا افضل مسار جاي من بروتوكول او اس بي اف ده لنتورك معينه، ولكن احنا كاتبين مسار لنفس النتورك ستاتيك، يبقى الراوتر هينسرت الستاتيك روت في الراوتنج تيبل ومش هينسرت الروت اللي جاي من او اس بي اف. ده لان المسار اللي جاي لي من الستاتيك روت الاي دي بتاعته بواحد، اما اللي جاي لي من او اس بي اف الاي دي بتاعته ب 110.
طب ايه هو معيار اختيار افضل مسار في الراوتينج بروتوكولز؟ ده على حسب نوع الراوتينج بروتوكول. يعني مثلا لو احنا مشغلين بروتوكول الريب اللي هو من اقدم بروتوكولات الراوتينج، فبروتوكول الريب المعيار اللي بياخده في الاعتبار عشان يحدد افضل مسار هو الهوب كاونت، او عدد الراوترز الموجوده في المسار من السورس للديستنيشن. والريب اقصى عدد من الهوبس اللي ما بين الراوترز 15 هوب، بعد كده ما بيعرفش يشتغل. يعني من وجهة نظر الريب بروتوكول، كل ما عدد الراوترز اللي ما بين الشبكات قل، كل ما بقى المسار ده هو افضل مسار. اما لو اتكلمنا على الوس بي اف، فمعيار اختيار افضل مسار هو السرعة. يعني كل ما المسار السرعة بتاعته او الباندوث بتاعه كان اعلى، كل ما المسار ده بقى افضل، بالتالي الكوست بتاعته بقت اقل، وبياخد في اعتباره الكوموليتيف باندويث، يعني مجموع الباندويث الخاص بالمسارات. يعني لو عندي مثلا مسار ما بين شبكتين في 3 رواتر، كل راوتر متوصل ب 100 ميجا واخر راوتر متوصل ب 1 جيجا، في الحاله دي بنشوف الكوست بتاع كل لينك منهم. ال 100 ميجا ليها رقم، وال 1 جيجا ليها رقم، والمثلا 10 ميجا ليها رقم، وبيجمع الكوست بتاع المسارات دي بناء على قائمة الباندويتس، واقل مسار في الكوست بيبقى هو افضل مسار. اما الاي اي جي ار بي، فالمترك اللي بياخده في اعتباره او بيحسب الكوست باستخدام باي ديفولت طريقتين اتنين، التاخير بتاع المسار وسرعه المسار او الباندويتس. كل ما كان المسار اسرع والتاخير فيه اقل، كل ما المسار ده بقى البيست باس او افضل مسار. وممكن كمان الاي اي جي ار بي ياخد في اعتباره الريليابيليتي الخاصه بالمسار واللود او الحمل على المسار ده، وده هنتكلم عنه بالتفصيل باذن الله في الجزء الثالث الخاص بالاي اي جي ار بي، وده هنتكلم عنه بالتفصيل باذن الله في الجزء الثالث من الكورس. نتكلم دلوقتي على الفيتشر اللي اسمها اللود بالانسنج او توزيع الحمل. لو عندنا شبكه بنقدر نوصل لها عن طريق مسارين اتنين، والمسارين الاثنين دول الباص بتاعهم الكوست بتاعته ايكوالي، يعني تكلفة المسار ثابتة، في الحالة دي باي ديفولت هيتكتب المسارين الاثنين جوه الراوتينج تيبل، وفي الحالة دي بنسمي المسارين دول ايكوال كوست باص. والطبيعي ان الراوترز بتعمل لود بالانس على الاثنين دول، يعني بتستخدم الاثنين دول وبتوزع الحمل عليهم، يعني تبعت باكت على اول مسار والباكت التانية على تاني مسار والباكت التالتة على اول مسار والرابعة على تاني مسار وهكذا، بتعمل توزيع للحمل عليهم، ودي بنسميها equal cost load balancing. ولو بنستخدم بروتوكول الـ EIGRB نقدر نعمل load balancing على مسارات غير متساوية في الكوست، والوحيد اللي بيسبورت الفيتشر دي هو بروتوكول الاي اي جي ار بي. لو احنا عاملين تو ستاتيك انتريز لنفس الشبكه، باي ديفولت الراوتر بيوزع الحمل على المسارين دول اللي احنا كاتبينهم بامر اي بي روت علشان يحقق اللود بالانسنج. طبعا عمليه اللود بالانسنج دي بتزود من البرفورمانس الخاص بالنتورك، لان احنا بنستخدم كل اللينكس اللي ما بين الشبكات. بكده يبقى خلصنا جزء introduction to routing. أتمنى يكون السيشن واضح لحضراتكم، وأراكم بإذن الله في السيشن القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الجزء اللي فات ده كان بيتكلم على أول وظيفة بيعملها الراوتر، وهي جزئية البيست باس سيليكشن أو اختيار أفضل مسار. الراوتر بيعمل وظيفة تانية اسمها باكت فوروردينج، اللي هي بعد ما نكون الراوتينج تيبل ونختار أفضل مسار، هعمل ايه في الباكت؟ هعمل لها فوروردنج او هبعتها على اتجاه الديستنيشن نتورك، وده اللي هنشرحه دلوقتي. جهاز الكمبيوتر بيعمل انكابسوليت للاي بي باكت ويحط عليها الداتا لينك هيدر، وبعد كده بيبعتها للديفولت جيت واي اللي هو الراوتر الموجود عندنا في النتورك. لما الراوتر يستقبل الفريم ده هو بيشيل الجزء بتاع لاير 2 ويبتدي يبص على الديستنيشن اي بي ادرس الموجود في الباكت هيدر، ويقارن الاي بي ادرس بتاع الديستنيشن بستور الراوتنج تيبل لغايه لما يلاقي اللونجست ماتش بريفكس، يعني اكتر نتورك انتري بيماتش او بيتطابق مع الديستنيشن اي بي ادرس الموجود في الباكت. بعد كده بيحدد
هبعت الباكت ديت عن طريق انهي مسار، هوديها عن طريق انهي اجرس انترفيس. وزي ما قلنا قبل كده موجود المسار ده في سطر الراوتينج تيبل، ولما يعرف هبعتها على انهي مسار هحط عليها الهيدر الخاص بالداتا لينك لاير دي. يعني لو هبعتها مثلا على فاست ايثرنت 0/1 يبقى هحط على الباكت الماك ادريسز بتاعه الانترفيس، سواء الانترفيس الفاست ايثرنت 0/1 او الانترفيس الموجود على الديستنيشن ادرس. اما لو مفيش تطابق ما بين الديستنيشن اي بي وبين سطور الراوتينج تيبل فالراوتر بيعمل دروب للباكت. يبقى معنى كده الراوتر ممكن يعمل 3 حاجات. الراوتر ممكن يعمل فورورد للباكت على دايركت كونكتد نتورك، يعني لو احنا مثلا الجهاز الديستنيشن موجود في الشبكه متوصله مباشره بالاكزيت انترفيس اللي هو الاجرس انترفيس، في الحاله دي الراوتر هيبعت الباكت مباشره على النتورك. يعني هيجيب الديستنيشن ماك ادرس باستخدام بروتوكول الارب ويحط الديستنيشن ماك بتاع الديستنيشن بي سي في الماك هيدر اللي هيبعته للنتورك دي. وممكن الراوتر يعمل فورورد للباكت دي لراوتر تاني، وده في حال ان الديستنيشن بي سي موجود في شبكه تانية مش موجود في الدايركت كونكتد نتورك. في الحاله دي الراوتر هيكتب الماك ادرس بتاع النكست انترفيس، الانترفيس اللي قدامي، في الهيدر بتاع لاير 2. طبعا عرفنا ان هو هيجيب الماك ادرس بتاع الانترفيس باستخدام بروتوكول الارب او بروتوكول الاي سي ام بي فيرجن 6 لو احنا بنشتغل باي بي فيرجن 6 بروتوكول. طبعا موضوع ان هو يجيب الماك ادرس ده لو الانترفيس نوعه ايثرنت انترفيس. اما لو الانترفيس بيشتغل بروتوكول تاني زي بروتوكول مثلا اتش دي ال سي اللي بيشتغل على السيريال الانترفيس فالعمليه هتختلف شويه، لان البروتوكولات التانيه ما بتستخدمش الماك ادرس. الاحتمال التالت عندنا ان ما نلاقيش ماتش، وفي الحاله دي زي ما قلنا الراوتر بيعمل دروب للباكت. في كده الاحوال الراوتر بيعمل فورورد للباكت على الانترفيس الموجود في الاكزيت. الراوتر بيعمل فورورد بميكانيزم من ثلاثه. اول ميكانيزم بنسميه بروسيس سويتشنج، والميكانيزم الثاني فاست سويتشنج، والثالث والاحدث والافضل هو سيسكو اكسبريس فوروردنج او سي اف. نبدا نتكلم على البروسيس سويتشنج دي اللي احنا شرحناها من شويه، ان الراوتر بيتشيك الديستنيشن اي بي بكل سطور الراوتنج تيبل، وبناء على الماتش بيعمل فوروردنج على الاكزيت انترفيس. ولكن الطريقه دي طريقه قديمه وبطيئه، لان الراوتر بيتشيك الديستنيشن اي بي ادرس في كل باكت بتجيله. يعني كل باكت بتروح للراوتر بيقارن الديستنيشن اي بي الموجود في الهيدر بسطور الراوتنج تيبل، لذلك بتاخد وقت وبتعمل لود على البروسيسور الخاص بالراوتر. اما الطريقه الثانيه اللي بنسميها فاست سويتشنج هي برضو من الطرق القديمه، ولكنها افضل شويه من البروسيس سويتشنج، لان هنا في عندنا كاش. الكاش بيتحط فيها سطور الراوتنج تيبل، وبيكون التعامل معاها اسرع من التعامل مع البروسيسور، او ان احنا نخلي البروسيسور هو اللي يمانج موضوع الفوروردنج. فبالتالي الطريقه دي اسرع شويه من البروسيس سويتشنج. اما الطريقه الثالثه والموجوده باي ديفولت في سيسكو ديفايسز بنسميها سيسكو اكسبريس فوروردنج، وهي زي الطريقه اللي فاتت، ولكن هنا في عندي اتنين تيبل. في عندي اف اي بي تيبل اختصار فوروردنج انفورميشن بيز، وعندي ادجيسنسي تيبل. والفرق الاساسي ما بين السي اي اف ميثود وما بين فاست سويتشنج ميثود، ان في السي اي اف ميثود التيبل بتاع الاف اي بي والادجيسنسي تيبل بيكون فيه كل المعلومات الخاصه بالنيبرز وبالنتورك، بالتالي الوقت اللي بياخده في الفوروردنج بيكون اقل. ده لان السي بي يو ما بيتدخلش الا في نطاق محدود. اما في الطريقه اللي فاتت اللي هي الفاست سويتشنج، لو ما كانش في انتري او في تعديل في سطور الراوتنج تيبل مش موجوده في الفاست فورورد كاش، لازم السي بي يو يتدخل علشان تتم عمليه الفوروردنج. بكده يبقى عرفنا مقدمه مهمه جدا عن عمليه الراوتنج والراوتنج بروتوكولز والسيليكشن البيست باس والفوروردنج ميكانيزمز. اتمنى يكون السيشن واضح لحضراتكم، واراكم باذن الله في السيشن القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.